يعني في البدء أتمنى صادقا على التيار الصدري أن لا يفكر برئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة، لأنه يدرك سيكون جزء من منظومة تعيق تنفيذه لكل الأمنيات التي يتمنونها، وبالتالي إذا ما فشلت الحكومة التي يرأسها التيار الصدري في تحقيق مطالب كثيرة، بالتأكيد ستواجه بالاحتجاجات وأيضا بثورة تشريدية عارمة. ولا أتمنى أن يصطدم أو تكون أن يكون التيار الصدري على رأس حكومة ممكن أن تصطدم بجماهير شعبنا على وفق يعني السلطة المتاحة. نعم، نحن إذا أردنا يعني الصعوبة التي أوضحها سيد عصام بتغيير النظام، هذه القوى عملت منذ اليوم الأول أولا على خندقة المجتمع محاصصاتيا مذهبيا، وخلقت كانتونات حتى تحمي نفسها من غضبة جماهيرية واسعة يظهر بها الشعب العراقي بشكل كامل، وتتمترس خلف هذه الكانتونات المذهبية بالادعاءات الطائفية لحماية نفسها. طيب، وذهبت أيضا في دعوات للفدرالية في شكل أو بآخر، لأنها تريد أن توزع يعني مراكز القوى للدولة العراقية في هذه الفدراليات، حتى عندما تنتفض محافظة يسهل عليها قمعها وإنهاها. لكن التجربة أثبتت، والناصرية خير يعني عاصمة الثورة وأفضل تجربة كانت الناصرية، لم تستطع لا الحكومة المحلية ولا الحكومة الاتحادية ولا القدرات ولا أرتال الشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب التي ذهبت إلى الناصرية أن تخمد الثورة أو تخمد جذو أو تطفئ جذوة الثورة. وبالتالي نحن حتى نطمئن ونكون جزء من هذه المنظومة، هنالك خطوات ربما تدفعنا للتفكير، ولا أعتقد بأنها قادرة على ذلك. هل يستطيع السيد عصام والتيار الصدري يضمن لي محاربة الفاسدين ومنع واستعادة الأموال ومنع التمويل السياسي للكتل والقوى السياسية التي تمسك بالسلطة؟ هل يستطيع التيار الصدري مثلا، مع اعتزازي بالتيار بالطبع، هل يستطيع التيار الصدري إذا ما استلم رئاسة الحكومة أن يعني يحارب السلاح المنفلت ويحصر السلاح بيد الدولة ويتابع المافيات التي تسيطر على قطاعات الدولة بشكل أو بآخر؟ هل يستطيع التيار الصدري أن يمنع هذه الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية من أن تشترك بالانتخابات؟ من يجيز للآن أنا كقوى معارضة إذا ما كونت جناح عسكري ورحت سجلت في الانتخابات راح كلها تصير براس دستوريين وقانونيين، والمادة 5 لا تجيز تشكيل أحزاب بأجنحة عسكرية، وكل أحزابهم بدون استثناء لديها أجنحة عسكرية، ويريدني أدخل في انتخابات غير متكافئة؟ حزب يحمل لديه جناح عسكري ممكن أن يستخدمه. أستاذ نجم، نعم، لليوم أنا عندي أكثر من 250 شاب ناشط مهزومين من بيوتهم، عايشين بأربيل وبالسليمانية، ما يقدرون يرجعون لبيوتهم. أي انتخابات تحكي عنها وأي نظام ديمقراطي ممكن أن أطمئن له؟ وأنا طيب، الشباب ما يقدرون يباتون طيب ببيوتهم، طيب ما يقدرون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي.